السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الغرب بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. جمعه مباركه لكل جزائريين داخل وخارج الوطن. البارحه في قناه رياضيه معروفه على كل حال تكلموا على امر خطير جدا، او بين قوسين قنبله، انا نسميها قنبله. في 2024 مازال كاين فئه في الجزائر تراسل مناجرة، تراسل وكالات خاصة بمدربين تريد اتحادية جزائرية تعاقد معهم. هذا بالناس يراسلوا مناجرة ويراسلوا وكالات خاصة بالمدربين ويحاولوا يقنعوهم باش ما يمضيوش مع الاتحادية ويكونوا مدربين المنتخب الوطني. أمر في غاية الخطورة. أول شيء نسمعوا الكلام هذا، والكلام اللي تقال في القناة اللي تعرفوه على كل حال يأكدوا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. نعم، يأكدوا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والكلام هذا ماهوش وقالوه استعباطيا أو تصفية حسابات، لا، كلام خطير. والآن الأمر يتعلق بمصالح الأمن، يجب على مصالح الأمن أن تقوم بتحريات دقيقة وتحقيقات حول الأطراف والجهة اللي في الجزائر تراسل المدربين باش ما يجوش للمنتخب الوطني. باسكو السلطات لازم يحوسوا يبحثوا شكون كاين الناس اللي يعيطوا لهاد المدربين باش ما يجيوش باش يوصفوا الصوره تاع البلاد. صح، انا نتمنى ان شاء الله يبحثوا عليهم ويحكموهم ويجيبوهم ويوريهم للشعب الجزائري، لان اي انسان اللي يدير هاد الشيء ضد الجزائر، راهو يدير حوايج ضد البلاد. لكن يا رضوان انت طرحت مشكل واحد اخر، هناك ناس لي تكونتاكتي الماناجر تاع لي زونترينور لي هضروا معاهم. سي لابواط، سي لابواط ولا لي بارفوا سي دي بواط دافوكا، سي دي ماناجر. هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. انا اسكيل اكزيست ميتنون دي جون لي باش ما يجيش ان نوفيل اونترينور بور كابوتي، لا بور فير كابوتي لي نيغوسياسيون، الان يلحقوا حتى يكونتاكت. هذه لازم انا جوبونس حنا الصحفيين بالك عندنا جزء من المعلومه، ولكن هناك هيئات معنيه عندها المعلومه كامله. هادي لازم انا لازم يفضحوا الناس باسكو سي با نورمال تخدم كيما قلت انت كونتر لا فيديراسيون دونك كونتر البلاد. سا سي تري غراف. انا فرانشمون جي دي مال ا كومبروندر هاد سو جور داتيتود. جي دي مال سي سورتو سي سي هذا اللي جاب لي ربي. هادي كونتر لا فيديراسيون، المشكل واش كونتر لا فيديراسيون من حق اي واحد انه يعارض الاتحاديه. لا لا، ما نتفقش مع الاتحاديه، ولكن انك هكذا راك ضد الدوله الجزائريه. انت تبعت الكونترا اللي تخدم في وقت ما وتقول هام لي زافونتاج اللي كانوا عند المدرب السابق، كيفاش انت تقبل بهذا الامر؟ اعتقد انه هذا الامر تجاوز الخطوط الحمراء، وهذه خيانه بكامله الاركان. هنا الصحفي قناه تعرفوا قناه الهداف مادام جابوا الخبر لم تاكدين، هذه ما غلطك حتى واحد مادام عنده من المعلومه اللي صحيحه فري، وراح نتاكدوا بكلام رئيس الاتحاديه. قال لك يبعثوا العقد تاع الناخب الوطني السابق اللي هو جمال بالماضي اللي فيه امتيازات عديده، ويعطوهم للمدربين اللي تعرفوهم اللي ذكرنا اساميهم في وقت سابق، سواء بيسيرو او بيتكوفيتش او حتى كيروش، او يعطوا لهم العقد نتاع الناخب الوطني شباب الماضي، وفي نفس الوقت ينبهوهم باللي راهو مزير عليكم رئيس الاتحاديه، راهو ما عطاكمش الحريه التامه، ما عطاكمش الامتيازات اللي كاينه في العقد السابق للناخب الوطني شباب الماضي، وبالتالي طبيعه الحال المناجرة او الوكالات هذه تاع المدربين هذا راح يرفضوا مجيء للجزائر ويرفضوا انضمام الى المنتخب الوطني ويمضيوا عقد مع المنتخب الوطني. اذا الرفض ماهوش هكاك اعتباطا راه منتخب وطني ضعيف ولا لا لا لا، ولا الاتحاد ما عرفش تتفاوض ولا لا، الامور عندها علاقه بايادي جزائريه الداخل، ايادي نسميها خيانه. هذه اكره صادي لا روح، بصح هذه بلادك هذ من الناس اللي ماذا بهم تبقى الاتحاديه في حاله فراغ ويبقاو ما يلقاو حتى مدرب. واش هي المصلحه نتاعهم باش يديروا الفوضى؟ والفوضى يعاقب عليها القانون الجزائري. اذا هذا من الناس راهم يساهموا في نشر الفوضى، وبالتالي
من المفروض على السلطات الجزائريه وعلى الدوله الجزائريه انها تقوم بالاجراءات القانونيه اللازمه ضد هذا من الاشخاص وضد هذا من الناس اللي ماذا بهم نبقاو دائما في حاله فوضى. نزيدوا نروحوا ناكدوا الكلام نتاع قناه الهداف ناكدوه بتصريح اللي تكلم مع التلفزيون العمومي رئيس الاتحاد الجزائري. في حديث مع التلفزيون الجزائري نفى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي توصل هيئته أو هيئته لاتفاق رسمي مع أي مدرب لتولي شؤون العارضة الفنية للمنتخب الوطني. قال لك صادي ينفي، علاش صادي ينفي؟ لأنه بعد ما تدخلت كاين أطراف هنا في الجزائر لماذا بها يبقى دائما تبقى الفوضى والمشاكل، انا نسميها خيانه، هذه خيانه، هذوما هي خيانه ما عندها حتى تفسير. اذا الحل وش هو؟ الحل انه يقول وسائل الاعلام ما عندنا حتى اسم، والاسماء هذه اللي قلتوها كامل ما كاش منها، علاش؟ باش ما تكونش الشوشره، لان بعد ما تسربت اخبار على فلان وفلان وفلان هما بسرعه البرق راسلوا الوكالات هذه والمناجره هذوما باش ما يجوش مدربين توحم للمنتخب الوطني. الان صادي حب يحمي المنتخب الوطني باش يحميه بالتكتم، ما كان حتى مدرب اللي قلتوا عليه ما كامل ما كانش والمدرب ممكن نجيبوه في الاسبوع القادم. هذا هو الحل، هذا هو الحل. لازم ما تعطيش فرصه لهذا من الماجورين هذا ما نسميهم باش يعرفوا اسم المدرب، لو يعرفوا اسم المدرب خلاص والنتيجه امامكم. ما دام الخبر وصل للهداف اللي راهو 200% صحيح، مش 100% 200%. الان الامور واضحه، الان العمل نتاع هيئه الامن، الامن هو اللي يتدخل درك. صحيح الامن لازم يدير تحقيقات والاجهزه تاع الامن دير تحقيقات وتجبد لنا شكون هذا من الناس من الخليه هذه اللي تنشط وماذا بها تبقى دائما الجزائر في الفوضى وفي البلبلة وفي المشاكل. لأن هما ماهمش يعني المضرة ماهيش مضرة لصعادي والاتحادية، لا، باش يبقى المنتخب الوطني بدون مدرب هذا هو الهدف نتاعهم، أنهم يبقى دائما الشعب في فوضى والشعب منشغل بالمنتخب الوطني وبالمدرب، هذا هو الهدف نتاعهم، باش يبقى الشعب منشغل ويدير ضغط وتبقى المشاكل والفوضى. هذا واش يحوسوا هما، الهدف نتاعهم نشر الفوضى فقط. بطبيعه الحال مع عندهم دعم ايضا من بعض مواقع التواصل الاجتماعي اللي في اوروبا اللي تعرفوهم، بعض قنوات اليوتيوب اللي في اوروبا اللي ايضا عندهم صله بدول معاديه للجزائر. الامر واضح، اللي ما حبش يقتنع هذاك شغله، انا ما عندي ما ندير له، اللي ما حبش يقتنع ومش مصدق هذاك شغله. بصح اليوم بعد يوم بعد يوم الصورة تتضح، الصورة اللي تتضح يوم بعد يوم، صفحات ليلا نهارا تهاجم في الاتحادية اللي عندها 3 شهور ولا 4 شهور اللي بدأت تخدم، اليوتيوب كيف ما جاتش باطل، المفروض تفيقوا يا ناس. وتزيد أطراف خارجية دعم هذه القنوات اللي عايشين في أوروبا ولا الصفحات، وبعدها ختامها مسك، والختام نتاعها وش هو؟ ختامها كاين اطراف في الجزائر تراسل المناجره وتراسل الوكالات نتاع المدربين باش ما يجوش الجزائر، الى ان يعني وصلت بهم الوقاحه انا نسميها، يرسلوا العقد نتاع المدرب السابق اللي هو جمال بالماضي ويقولوا لهم باللي هاو جمال بالماضي عنده امتيازات وعنده كذا وعنده كذا وانتم ما عندكم والو، علاش تجوا الجزائر؟ ما تجوش، واش تعرفوا؟ علاش المده هذه الطويله اللي استغرقها صادي باش يجيب مدرب؟ لانه كاين اطراف في الجزائر رافضه انه اي مدرب يجي الجزائر، تبقى كيما هاك فوضى، ماذا بهم تتخلط بمباركه ومساعده بعض مواقع التواصل الاجتماعي كما قلت لكم في اوروبا. امور واضحه، اللي من يحبش يفطن هذاك شغل، ما عندنا ما نديرو، الامور دوك ولات صاي جهارا نهارا صاي خلاص. ها باش تعرفوا الدعوة ماشي سهلة، والله ما هي سهلة الدعوة. نتمناو الخير لكرة القدم الجزائرية وبالأخص المنتخب الوطني. في الأخير متقالة مع مزمل الفيديوهات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.